السلام الحقيقي، كلنا نطمح إلى السلام، وأشخاص كثيرون يبنونه كل يوم من خلال أعمالهم البسيطة بحسب قول السيد المسيح. طوبى للسعين إلى السلام لأنهم أبناء الله يدعون، مع أن الكثيرين يتحملون مشقة هذه المحاولات، إلا أننا في الأخير علينا أن نكون أدوات سلام، نصنع السلام من خلال الصلاة قبل كل شيء. نعم، بناء السلام صعب، لكن العيش بدون سلام هو عذاب وجحيم. يأتي عام ويذهب عام، وفي عدة مناسبات وفي كل الصلوات نطلب السلام لأجلنا، لأجل العالم، لأجل كل نفس مضطربة نطلب لها السلام. فالسلام ليس غياب الحرب حسب، وإنما حالة عامة يكون من خلالها الشخص البشري في تناغم، أولا مع نفسه، مع الطبيعة، ومع الآخرين، وفوق ذلك مع الله. هذا هو السلام، السلام الذي نطلبه من الله لأنه عطية الله. علينا أن نقبلها يوميا بالتزام رغم الظروف التي نعيشها. مع كل فجر جديد نطلب السلام ونعمل أعمال السلام والمصالحة والأخوة التي يجب أن تكون ملموسة بين بعضنا البعض. نصلي إلى الرب الإله أن يمنحنا في هذه الأيامات المباركة السلام الحقيقي، سلام القلب، سلام المسيح لتلاميذه عندما قال لهم: السلام لكم، لا تخافوا، أنا معكم. يا رب، أحل السلام في بيتنا، في جماعتنا، في كنيستنا، أحل السلام في عملنا بين إخوتنا. كلنا لك يا رب في ثقة نطلب، ولترافقنا دائما مريم العذراء، أمك البتول وأمنا، كي نبقى أمناء لهذه الدعوة المسيحية لأجل السلام الحقيقي، ونحقق رغبتنا في العدالة والسلام اللذين نحملهما بداخلنا في كل عام جديد، وفي كل مناسبة، وفي كل صلاة. يا رب لك المجد إلى الأبد. آمين.